هل نحتاج إلى نية مستقلة للشفع ونية مستقلة للوتر، أو نية واحدة سواء لمن صلى وحده أو مع جماعة؟ لا بد من النية عند كل تكبيرة إحرام. إذا كبرت للإحرام، أردت التكبير للإحرام، تنوي الصلاة التي تريدها من شفع أو وتر أو راتبة أو نفل مطلق أو فريضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.